نروح بقى مقارنه ما بين سريعه جدا ما بين رمضان صبحي وشريف رضا وشريف رضا جناحي نادي الاهلي ونادي سموحه. يمكن رمضان مواليد كام؟ رمضان عنده 22 سنه. 97 يعني. 97 هيفضل 97 سنة. ولا ممكن يتغير؟ لا لا هيفضل هيفضل 97. طب اتفضل كمل. هو ما شاء الله يعني، بس دايما بنقول على رمضان محتاج يزود الفينش. نفسي نشوف النهارده بقى رمضان يزود عدد اهدافه في بدايه الموسم. شريف 22 سنه ورمضان 22 سنه، الاثنين نفس السن على فكره. شريف رضا لعيب مميز جدا، وهيبقى مفتاح مهم جدا لكابتن حسام حسن. يمكن هو اتوقع ان كابتن حسام هيلعب بثلاثه ارتكاز بنسبه 90%، هيلعب بثلاثه ارتكاز قدام النادي الاهلي براسين حربه وممكن راس حربه وتحته اثنين، تمام. لكن الاغلب ان هو 3 ارتكاز. عندنا شريف رضا ورمضان. رمضان طبعا لعب 154 مشاركه في الدوري مع جميع الانديه، مسجل 32 هدف و32 اسيست، نفس الرقم. تمام. شريف رضا عامل مسجل هدفين و3 اسيست، يمكن المباراه الدوليه طبعا رمضان اكتر. تمام.